أستاذ محمد، عايز أسأل حضرتك عن كثير من المحللين بيعتبروا ثورة 30/6 أهم ثورة في تاريخ مصر الحديث، وعايز أتخيل مع حضرتك كده لو غمضنا عينينا ولو لم تحدث 30/6 ولا 3/7 ولا نزلنا الاتحادية ولا نزلنا التحرير ولا حصلت هذه الخطوات خالص وكان الكل مستكين أجهزة وشعب واستمرت الجماعة الإرهابية في حكم مصر بعد 9 سنين، بعد 10 سنين بقى أو كده تقريبا داخلين على 10 سنين، تفتكر كان حال مصر هيبقى إزاي؟ وإيه المخطط لمصر من قبل هذه الجماعة؟ كان إيه اللي قالوا إحنا هنقعد 500 سنة ومصر طردتهم بعد الشهور؟ أولا ما كانش هيبقى في مصر، كان هيبقى في 3 4 دول، وانا وانت ما كناش هنقعد القعده دي، وانت ما كنتش هتعرف تلبس البدله دي، وانا مش هعرف البس البدله دي، ولا تكلم ولادك واهلك، ولا انا اكلم ولادي واهلي، ولا النور يبقى موجود. احنا رجعنا للنور، رجعنا للحياه، احنا كنا ميتين وكنا هنموت. واعتقد ان كان هيبقى في تقسيم للدوله، مخططات التقسيم، ومش بعيد كانوا يبيعوا فينا وفي اهالينا في اسواق النخاسه، وكان هيستشفي السرقة والقتل والأمراض وينحدر المجتمع ونرجع 500 سنة بس لورا، 500 سنة لورا. تخيل شكل مصر هيبقى إيه؟ شوف إحنا مصر دلوقتي بنتكلم عن إيه وبندور في إيه. والنهاردة كان في اجتماع للسيد الرئيس بيتكلم عن زراعة مليون دلتا الجديدة، أكتر من مليون فدان. شوف إحنا بنتكلم في إيه النهاردة، وبنتكلم في تصدير الطاقة، وامبارح كان الرئيس ومن يومين كان في العراق بنتكلم لتصدير الكهرباء والغاز للعراق والاردن، ونستورد بترول ونبني مدن جديده ومصانع وطرق، بتروح بيتك في امان، بتسهر لثلاثه واربعه وخمسه وللصبح، بترجع بيتك في سلام وفي امان انت واسرتك واهلك. ما كناش هنبقى قاعدين القعده دي، كنا هنبقى عايشين في ظلام وعالم اسود قمعي ما فيهوش رحمه وما فيهوش دين بالمناسبه. يعني الاسلام ما بيقولهمش كده، هم كل همهم ان هم يستولوا على السلطه ويذلوا ويستعبدوا الشعب تبع تنظيم جماعه الاخوان، التنظيم الدولي اللي هي جماعه الاخوان الارهابيه. مصر خرجت للنور، والتحدي اللي قبله والتهديدات، كلنا فاكرين التهديدات اللي توجهت امام المجلس العسكري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها اما كان وزير للدفاع، ما قبلش التهديدات وهنجيب إرهابيين وهنجيب مقاتلين وهنعمل وهنسوي، ورده كان حاسم، مصر ما بتقبلش ومصر مش هتركع، واللي عايز يعمل حاجة يجرب. الشعب المصري خرج وطرد جماعة الإخوان الإرهابية للأبد، وأنا بقول للأبد لأن موقعهم اتأثر من بعد خروجهم من الحكم في مصر. في كل أنحاء العالم بيعانوا لغاية النهاردة من أكتر من 80 سنة وهم متوغلين، وكانت الكعكة أو التورتة الكبيرة مصر، ولكن مصر لها رب يحميها، وربنا حمى مصر وشعبها، وقف ضد التطرف وضد الإرهاب وضد جماعة الإخوان الإرهابية، ضد الحكم القمعي، وقف جنب الحياة والفن والثقافة والسياحة والإعلام وكل الأعمال المبدعة اللي بنشوفها النهاردة، أعمال البناء والتشييد والجيش، القوات المسلحة كانوا عايزين يعملوا ميليشيات، ميليشيات كده زي الحرس الثوري وزي الحركات الإرهابية وزي مرتزقة. يعني تخيل أنت مصر كانت هتبقى دولة مرتزقة، وطبعا ما كانش كل حد هيسكت لو ما كانش أجهزة الدولة وقفت رجل واحد خلف الشعب المصري، والجيش حمى الثورة دي، وكل الدولة المصرية بكل أجهزتها دعمت هذه الثورة اللي طردت جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم. ما كناش هنستمتع بالنعم اللي أنعمها ربنا علينا وعلى مصر. أستاذ محمد، أخيرا عايز أسأل حضرتك عن، من بعد كده. أنا آسف، هو صوت حضرتك قطع، أنا اتصورت حياتك خلصت. أخيرا عايز أسأل حضرتك على حاجة، معرفش ليه عندي إحساس أنه ملف عدم عودة الجماعة الإرهابية للأبد هي أو من يفكر بأفكارها
ما احناش ناجحين فيه بنفس القدر اللي نجحنا فيه في البناء والصناعة والعشوائيات والصحة والمبادرات والأطفال والجوائز المبدع الصغير والثقافة. يعني نجحنا في حاجات كتير، ربما مازال ملف الفن متأخر شوية، لكن الملف اللي بيؤرقني هل كافحنا هذا الفكر بشكل كافي أم أن لازلنا نترك أبوابا خلفية لفكرة إن هو ده اللي ربنا عايزه وهم دول بتوع ربنا وبس، هم طواروا لغاية لما تعدي الموجة وبعد كده هيرجعوا تاني؟ أحب أعرف رأيك. إحنا عملنا كتير، ولكن التحذير اللي حضرتك بتقوله قائم ولازم ناخد بالنا منه. الناس دي ما بتبطنش، بتدعي ادعاءات وبتحاول تلبس عباءة وجلباب الدين. الدين عمره ما بيقول اقتل وطرد وفرق بين عناصر المجتمع. انا مصري وانت مصري، كلنا مصريين لينا حقوق مواطنة واحدة. انت اولا انت كذاب، لا انت عندك صحيح الدين، انت عندك الطمع، عندك الطمع وعندك الارهاب وعندك القهر وعندك يعني مزيج من شهوة السلطة والمال والحصول على المناصب وتكسير النجاحات وهدم الحضارات. احنا لازم زي ما حضرتك قلت لازم نتنبه ونقفل كل الابواب الخلفية، واحنا بندعو اجهزة الدولة ان هي تعمل حصر للمنتمين للفكر الارهابي وفكر جماعة الاخوان الارهابية واي افكار متطرفة دينية ايا كان شكلها واي افكار تهدم الدولة المصرية، يتم إقصائهم ويتم حصارهم ويتم نبذهم. مش معقول في كل هيئة أو وزارة أو مكان، حتى في بعض المناصب والوزارات الهامة نلاقي الشخصيات والنوعيات دي. للأسف الموضوع ده هيستغرق سنين، خاصة إن كانت عقود وعهود سابقة ما تنبهتش لخطورته، فبقى دلوقتي زي الأكل والشرب وبقت الناس بتصدقه. لا مش ده، انت الاول خليك انسان وبعد كده اعبد ربنا. اما تبقى انسان وتعبد ربنا هتعرف ان اما تتعامل بانسانيه مع الناس كلها، حتى اللي من ملتك او من دينك او من طائفتك او من اي مكان او من دولتك او من جنسيتك، هتعرف ان هو ده صحيح الدين وهو الديانه، وفي الاخر كلنا بنعبد ربنا وكل واحد حر ان هو يتصرف في حياته، وربنا هو اللي هيحاسب الناس كلها، مش جماعه ارهابيه تيجي تتكلم عن قشور يحاولوا يشوهوا بيها حضارة مصر. مصر اتولدت ومصر اتبنت وبعد كده جت الحضارة، احنا المصريين. وكل سنة جداً. ومصر طيبة وثورة مجيدة ومباركة ان شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. اشكرك جدا، جزيل الشكر لكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام. بشكركم، كل سنة وحضراتكم بألف خير، وياريت نقضي الليلة النهاردة وبكرة شكر لربنا اللي وقف جنب البلد دي وحبها وأعلن أنها شعب مبارك ويعني أقامها من كبوتها وخطى بها خطوات كبيرة في طريق التنمية والرفاهية. إن شاء الله الرفاهية ملهاش سقف والنجاح ملوش نهاية. كل سنة وحضراتكم طيبين، تصبحوا على خير.